أميرة التهامي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام شركة أورنج مصر. أنا دخلت الجامعة كنت ميجر ماركتينج وإنترناشنال بيزنس، وأنا في الجامعة كان عندي بعض التحديات، ما كنتش لاقية نفسي خالص وقتها في التخصص ده. فقعدت بعد سنة ونص قلت أنا هدي نفسي آخر تشانس علشان خاطر أشوف أنا رايحة فين، لو ما كانش أنا هحول وهقلب ماسكوم. السمستر اللي بعدها أخدت كورس ماركتينج مع حد قدر إن هو يحببني في الماركتينج جدا، لأنه كان بيدي الجزء البراكتيكال، ومنها قررت إن أنا عايزة أبقى ماركتير. واتخرجت وكنت ستيل مصرة إن أنا أشتغل في الفيل ده، وكان عندي تحديات إن أنا أهلي ما كانوش سبورتيف للفكرة. فنزلت دورت أنا على شغل لغاية لما لقيت حاجة واخدت الموضوع بجد، واشتغلت في شركة للعلاقات العامة والإعلام، ونجحت إن أنا أعمل اسم في سن صغير، وصلت لجزء كبير قوي من حلمي. والواحد لو بطل يحلم هيموت. بحلم ان اقدر ان انا اثر في حياة اللي حواليا بشكل ايجابي، حتى لو قدرت ان انا اعمل ده لشخص واحد بس. تحدد اهدافها وتحلم، والاهم منها تحلم ان هي تصدق في حلمها. البيت والشغل بالنسبة لي بشوف ان هو ميكس بين التحدي والمشاركة. تحدي لان صعب جدا تقدر تعمل البالانس انك تنجح في بيتك وتنجح في شغلك، ودايما هيبقى فيه شوية تشالنجز غصبا عنك هتواجهها. وفي نفس الوقت هو مشاركة لان زي ما تقول احنا ربنا خلقنا راجل وست، فاحنا بنكمل بعض.